في المستهل أبرز ما جاء فيها اعتقال 2 من ضباط الشرطة من مركز أجن واحتجاز 50 مقيما إثيوبيا وسودانيا عزوف جماهير يوم الجلائم الاحتلال النظام يرسل مزيدا من الشباب إلى معسكر فورمنا إلى تفاصيل الأخبار اعتقلت السلطات الأمنية القمعية يوم الجمعة الماضي 2 من الضباط العاملين في قسم التوثيق الجنائي والحالات الخاصة بمركز أجب للشرطة وعلمت مصادرنا من العاصمة أسمرة أن عملية اعتقال العريف جوسيت أخليت والملازم أول يرحاس عبيو تمت من داخل مركز قيادة الشرطة دون علم مسؤوليهما من قبل 4 من أفراد ما يسمى بالأمن الوطني واقتادوهم واقتادوا الضابطين إلى مكان مجهول وتأتي عملية الاعتقال في إطار الحملة التي تشنها الأجهزة الأمنية التابعة لأفورقي من أجل توقيف تدفق المعلومات والوثائق التي تتحدث عن جرائم النظام.